خليها ونس أكثر من إنها حاجة فورمال يعني. في نفس الوقت يعني إذا كان في أي حد عنده سؤال إن شاء الله احنا أنا هخلص، وبعد ذاك الناس ممكن يكون في أسئلة ونقاش. Is that fine؟ طيب just next شيماء. طيب first of all بيكون من المهم جدا إن احنا نعرف medical education. What is medical education؟ medical education بيعرف as an art and science of graduating professionals to practice safely in the community, medical professionals among, and to work with partners to shape the environment where graduates will work. طيب خلونا نجي نشوف ال definition ده بيعني شنو. في عدد من الكلمات هنا مهمة جدا. عادة الناس بيقول لك والله ده art أو ده science، لكن في الميديكال اديوكيشن قلنا والله هو ارت اند ساينس. ليه قلنا ارت اند ساينس؟ لانه هو ساينس مبني على علم، فيه كونسبشوال فريم وركس، فيه كل مقومات العلم. لكن at the same time when we implement it في some sort of art, some sort of innovation لازم نعمله. وده بيجي الليله لو شفتوا مثلا كليات الطب، تلقى كليات الطب حتى في البلد الواحدة كل كلية عندها منهج مختلف. فكيف المنهج ده بيترسم؟ كيف المنهج ده بيتوضع؟ ده هو art. لكن الساينس behind الكريكولم ديفلوبمنت في كل المناهج هو واحد. عشان كده هو لازم يكون art and science together مع بعض. طيب في الهدف من art and science ده إنه إحنا نبني graduates professionals who can practice safely in the community. يعني الهدف انه نحن نطلع بيجي طالب داخل من المدرسه الثانويه او من ال graduate medical education، ولازم يحصل له transformation inside the medical school. الترانسفورميشن ده عشان يبقى هو دكتور قادر انه يكون safe in the society. يعني لما شخص يقول والله أنا ماشي المستشفى، أو شخص يقول أنا ماشي للدكتور، يكون هو مطمئن إنه حيكون في أيدي أمينة. ف this transformation is not only an element of ال content of the curriculum. يعني ما هو ال element of the physiology والanatomy والpathology والclinical، لكن هو element بتاع building a character and transforming a person. ده جزء من الميديكال education. لكن الميديكال education ما بيجيف only في حدود انه to graduate ال professionals، انما الميديكال education دائما في collaboration و partnerships مع كل ال stakeholders التانيين الشغالين في الصحة، عشان ال environment بتاعت ال practice تكون ملائمة وموائمة لعمل الخريجين. عشان كيف تلقى إنه الناس في كليات الطب دائما عندهم اجتماعات ونقاشات ومع وزارة الصحة، مع الـ NGOs، مع الـ society، مع الـ community، الـ local community، على أساس إنه يحصل some sort of building of the health environment. عشان كده بنلقى إنه الـ medical education هو مفهوم واسع جدا جدا لارت وساينس بتاعت education مع بعض، عشان عندنا ميشن وهي ال graduation of safe professionals. لكن بعد ذاك we extend beyond that، لأننا عندنا علاقات مع ال partners المسؤولين من الصحة. الناس المسؤولين من الصحة في أي بلد ما هم جهة واحدة. yes دائما بيكون في وزارة صحة، لكن بتلقى في a lot of partners who are working with each other. One of the most important partners are كليات الطب، وده جزء من الميديكال education. Next شيماء. طيب الميديكال education
كساينس وكسبشاليتي هو حديث نسبيا، زي ما ذكرت سيما في المقدمة بتاعتها. بدأ في الايرلير كان الناس بتتبادل الخبرات فيما بعضها بالبراكتس، بانه يشوفوا الناس بتعمل شنو، sometimes بيستفيدوا من الكليات الثانية في التدريس. لكن في ال 1950s بدأ بروجكت في بافالو يونيفرسيتي اكسكيوز مي، كانوا بدوا دايرين يعملوا طريقة جديدة في التدريس قريبة للسيمينارز. فقاموا قرروا إنه الشخص اللي عمل ده قرر إنه يدرب الناس عليها. فأثناء النقاش في التدريب وجدوا إنه والله يا أخي there is a good way، في إنه الناس لو قعدت وتناقشت وفي إنه how can we upgrade الكباسيتي بتاعتنا في طريقة التدريس في الوقت ده فقط. لأنه until 1910 كان مسألة إن يكون في منهج مكتوب لكليات الطب ما كان حاجة متعارف عليها. بعد 1910 الناس بدأت تكتب مناهج، أو بدأت تكون في مناهج مكتوبة، لكن ما كانت well developed. فمن البافلو بروجكت الناس بدأت تتكلم عن إنه إحنا we need to have a science، أو we need to have a division في أي كلية، لأنه يدرب الأساتذة لأنه يعرفوا يدرسوا كيف. وبعد ذلك جاءت في الفكرة بتاعت الكورسات حقت الفاكولتي ديفلوبمنت، على طرق التدريس، على طرق التقويم، على المناهج. والموضوع يتطور بقى في سيرتيفيكيت ميديكال اديوكيشن لحد ما بقى كارير. الموضوع ده ما كان منتشر شديد، لكن كان ده التطور بتاعه. في السودان هنا الهيستوري بتاع الميديكال اديوكيشن بدأ ايرلي برضه بمجهودات فرديه لحد ما تكونت وحده التطوير التربوي في كليه الطب عين خرطوم، اللي هي الان الاي دي سي. وبدأ بعض الناس يدرسوا على الميديكال اديوكيشن. من اوائل الناس اللي درسوا ميديكال اديوكيشن وتخصصوا فيه هو بروفيسور استاذنا بروفيسور بشير حمد، اللي هو جاء بعد ذاك اسس كليه الطب جامعه الجزيره، وله يعني خبره طويله جدا في الميديكال اديوكيشن. البريك ثرو في الموضوع ده كان لما جامعه الجزيره ابتعثت 40 من اساتذتها لإلينوي شيكاغو في يو اس اي عشان ياخذوا سيرتيفيكيت ان ميديكال اديوكيشن. وده كان اكبر عدد من الناس يتدرب في الميديكال اديوكيشن فورمالي في الوقت ذاك. وجاء بروفيسور محمد عبد الله صالح ربنا يرحمه، هو اول من اخذ جيشن في السودان، يعني اخذ من إلينوي. وفي بعض الناس طبعا اساتذتنا بروفيسور محمد يوسف سكر، بروفيسور حسين كرار، بروفيسور فاروق عبد العزيز ربنا يرحمه، ديل من الناس اللي بدوا يهتموا بموضوع التعليم الطبي. والقائمه تطول لحد ما جو ناس. بروفيسور محي الدين مجذوب هو تقريبا ثاني شخص اخذ الميديكال اديوكيشن ككارير، يعني من غير اي ما يكون ماخذ معه اي شيء. معظم الناس الان بتاخذ الميديكال اديوكيشن از ان اكسترا كارير، او ده كان شغل من بدري. تلقى شخص في الجراحه وبيعمل ميديكال اديوكيشن، شخص في الاناتومي بيعمل ميديكال اديوكيشن. لكن ريسنتلي بدأت الناس تتجه لأنه يكون كارير منفصل. Next. طيب ده خلى الناس تنقسم لاثنين. في ناس بيكونوا medical education users، يعني هم بياخدوا training في medical education على أساس أنه يحسنوا من مستوى أدائهم كأساتذة، أو مستوى أدائهم في كليات الطب أو في كليات الـ health professions عموما. وده بيجي لأنه يعني أنا دائما بقول لهم إنه being a doctor is a مهنة، being a teacher is another مهنة.
وكل مهنة عندها أسرار أو عندها أشياء. ففي معظم الناس أو كل الناس تقريبا اللي بتكون في كليات الطب أو في كليات المهن الصحية الأخرى بتكون عاوزة تجود الشغل بتاعها في التيتشنج، على أساس إنه يقدروا يدرسوا الطلاب بصورة كويسة ويقدروا يشتغلوا شغلهم بصورة كويسة، وده جزء من الأمانة اللي هم بياخدوها. في ناس مشت لأكثر من كده، بقت عندها سبيشاليتي في الميديكال اديوكيشن. معظم الناس بياخدوا السبيشاليتي دي از اسايد كارير اور سكند كارير، والان بقى في ناس ماخدينها كفول سبيشاليتي، خصوصا بعد ما العلم اتطور جدا وبقى فيه اقسام كثيره شديد. وده معظم الناس برا اكثر من السودان، يعني الناس اللي في السودان الان ماخدين الميديكال اديوكيشن از هول كارير عددهم بسيط، لكن الاصل انه الناس بيكونوا بيأدوا في شغلهم العادي في الميديسين او في التيتشنج اند ليرنينج، وبيقوموا بياخدوا الميديكال اديوكيشن از سكند سبيشاليتي. نيكست شيماء. نيكست. طيب الكواليفيكيشنز الموجودة في الميديكال اديوكيشنز، في السيرتيفيكيتس ان ميديكال اديوكيشن، في الدبلومز، في الماسترز، في البي اتش ديز، في الممبرشيب والفيلوشيب. طيب خلونا نتكلم عن كل واحدة على هيدا. في بالنسبة للسيرتيفيكيتس، في سيرتيفيكيت اللي هي انك تاخد كورس عن الميديكال اديوكيشن، سواء كان عن كريكولم ديفلوبمنت او اسسمنت، وتاخد عليه سيرتيفيكيت. ده ما هنتكلم عنه لانه ده بيعتبر من ضمن الفاكولتي ديفلوبمنت، اللي هم انت ما بتتعمق في الميديكال اديوكيشن از ا ساينس، لكن ده بيكون الفكره من الكورسات بتاع الفاكولتي ديفلوبمنت هي النو هاو، يعني والله كيف تعمل الاسئله، كيف تعمل الكريكولم اذا احتجت انك تطور في الكريكولم بتاعك. لكن المهم عندنا هي اللي بنسميها البوست جراديويت سيرتيفيكيتس. البوست جراديويت سيرتيفيكيتس يوجوالي بيكون فيها ثلاثة موديولز أو ثلاثة كورسات. في اثنين سابتات في أي سيرتيفيكيت تقريبا، واحد بيكون عن الكوريكولم، واحد عن الأسسمنت، والثالث بيفرق على حسب الديزاين. في ناس بيخدوا حاجة عن البروجرام ايفالويشن، في ناس بيخدوا حاجة عن الستيون سبورت، في ناس بيخدوا حاجة عن الريسيرش، لكن it differs from place to place. الدبلومة usually بتكون فيها عدد موديولز أعلى من السيرتيفيكيت، وموست بروبلي بيكون فيها دبل السيرتيفيكيتس. يعني إذا جينا أخذناها كريديت أورز متعارف عليه إنه السيرتيفيكيت بتكون 30 كريديت أورز، الدبلومة بتكون 60 كريديت أورز. اللي بيفرق الدبلومه من الماستر ديجري انه في الماستر ديجري بعد ما تكمل الكورسات بتقوم بتعمل ريسيرش في الميديكال اديوكيشن. طيب في ناس او في بعض الجامعات الدبلومه بالنسبه لهم هي جزء من الماستر، يعني انت بي 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 بتسجل للماستر، واثناء ما انت بي بي بتسجل للماستر يا اما كملت الماستر كله يا إما كملت الكورسات واخدت دبلومة. في بعض البروجرامز لا، أنت ممكن تسجل الدبلومة بشكل منفصل، وبعد ما تخلصها you have the choice إنك تسجل الماستر ثاني في أي وقت من الأوقات. الاختلاف أو البيج تشينج هو في البي اتش دي. البي اتش دي باي ديفينيشن إنك أنت you add something to the science. فانت بتعمل في البي اتش دي بتاخذ 3 4 سنوات على حسب البروجرام الموجود في الكليه على اساس انك تعمل ريسيرش، لكن مهم جدا انه الريسيرش ده يضيف حاجه جديده للساينس. يعني انت لو تيجي تقول انا عملت البي اتش دي بتاعتي في الاكريديتيشن، معناه انت اضفت حاجه للاكريديتيشن ما كانت موجوده قبل كده. ممكن يكون الناس كانوا يعني حاسين بيها، بيفكروا فيها، لكن انت اثبتها علميا. او بي اتش دي في الاسسمنت معناه انت يو اد سمثينج نيو تو ذا اسسمنت، ودي يوجوالي بتكون عاوزه سوبرفايزر هو از نوليدجبل وهو متخصص في الاريا اللي انت اشتغلت فيها.
إلى حد قريب كان البي اتش دي ما هي كومون باثوي في الميديكال اديوكيشن. انا زي ما قلت لكم انه الميديكال اديوكيشن ما كان الناس بتاخده ككارير منفصل. الان لا، بقى في عدد كبير جدا من البروجرامز بتدي بي اتش دي، بقى في عدد كبير جدا من طلاب البي اتش دي في الميديكال اديوكيشن، لانه في ناس كتار جدا بقت عاوزه يكون الميديكال اديوكيشن هو الكارير بتاعها. في بعد ذاك الممبرشيبس والفيلوشيبس. الممبرشيب والفيلوشيبس الى الان في الاكاديمي اوف ميديكال اديوكيتورز في يو كي بتدي ممبرشيب، واذا كان يفلفل ستاندردز معينه، او بتدي فيلوشيب از حاجه اعلى. الممبرشيب الستاندردز حقتها دائما هي ستاندردز بتاعت براكتس، يعني اللي انت يو براكتس ميديكال اديوكيشن بصوره كويسه. الفيلوشيب لا، انت عندك contribution to the medical education في area معينة، يعني عندك contribution مثلا في ال curriculum development، عندك contribution في ال assessment، عندك contribution في ال student support، وعلى ضوءها بتاخد ال fellowship. وال fellowship وال membership هم recognized qualifications، حتى ممكن تضيفهم لآخر الاسم بتاعك، يعني لو شفته في الاسم بتاعي في الآخر في F Acad Med اللي هي Fellowship, Fellow of the Academy of Medical Educators. طيب ال ال الفكرة بتاعت الكواليفيكيشنز دي جات من وين؟ لأنه في الأول الميديكال إديوكيشن الناس كانت مهتمة بالبراكتس، مهتمة بأنه ال 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 الناس تمارس الميديكال إديوكيشن بطريقة كويسة. ومعظم الثيوريز اللي كنا بنستخدمها في الميديكال اديوكيشن كنا وي بورويت من الاديوكيشن ان جنرال، لحد ما جات الان الايديا او جات الايرا في انه نحن بقينا نخلق كونسبشوال فريم وركس خاصه بالميديكال اديوكيشن. يعني احنا ممكن نستخدم ذا سيم ليرنينج ثيوريز اللي هي مستخدمه في الاديوكيشن ان جنرال، لكن دارين نطويها للميديسين. نستخدم ذا سيم سكيلز اوف ليرنينج ستايلز، لكن نطويها للميديسين. فلما بدات الفكره بتاعت انه لا، التدريب والتعليم في الطب والمهن الصحيه فيه شيء من الاختلاف، بدات الناس تتكلم عن انه طيب نحن الساينس بتاعنا ده بعد ده لازم يكون فيه سيرتيفيكيتس، ولازم يكون فيه دبلوماز، ولازم يكون فيه ماسترز وبي اتش ديز. لحد ما جاءت الان الاكاديمي اوف ميديكال اديوكيتورز اللي هي تقريبا نفس الفكره بتاعت الرويال كوليدج اوف سيرجنز والرويال كوليدج اوف فيزيشنز والرويال كوليدج اوف اوبستريشنز اند جاينيكولوجيست. ونحن الى الان افتكر الناس ما شافين تطور العلم بصوره اكبر، خصوصا مع انضمام ناس كثيره جدا جدا بقت متخصصه، وفي ناس كثيره بقت عندها ماسترز ديجريز في الميديكال اديوكيشن، وده ادى لانه تظهر المجلات العلميه المتخصصه في الميديكال اديوكيشن. يعني لحد فيري ريسنت الناس كان عدد المجلات المتخصصه في الميديكال اديوكيشن بسيطه جدا جدا، او الناس كانت بتنشر في المجلات الطبيه العاديه بيكون فيها سكشن بتاع اديوكيشن، لكن الان في عدد كبير جدا من المجلات اللي هي متخصصه اونلي ميديكال اديوكيشن، زي اكاديميك ميديسين، ميديكال تيتشر، ميديكال اديوكيشن اونلاين، بي ام سي ميديكال اديوكيشن، وميديكال اديوكيشن جورنال، اديوكيشن فور هيلث. سو في ا لوت اوف جورنالز الان هي متخصص في الميديكال اديوكيشن. حتى العدد بتاع البروجرامز اللي بتدي ماستر ديجريز حصل فيها زياده كبيره جدا جدا خلال الخمس سنين اللي فاتت. يعني من عدد البروجرامز تقريبا كانت على اصابع اليد all over the world، الان في عدد ضخم جدا من البروجرامز. حتى لو اخذنا في السودان لحد ريسنتلي كان في جامعة الجزيرة، الآن جامعة الجزيرة، جات بعد جامعة خرطوم، مجلس التخصصات، النيلين، أفتكر جامعة السودان، يعني في عدد كبير جدا، جامعة أفريق العالمية، في عدد كبير جدا الإسلامية على ما أفتكر برضو مشهور، لكن أفتكر في ماستر هناك. فعدد
إذا أخذنا الزيادة دي في السودان وعاينا العالم كله، ففي زيادة كبيرة جدا. وكل ما يكون في زيادة في البروجرامز ذات مينز إنه في طلب عليها، معناها في ناس راغبة في إنها to go in this career forward. Next. طيب التشالنجز للساينس كثيرة. أولا إنه هو نيو ساينس، يعني مهما كان الآن الناس بتعيله كحاجة جديدة، يعني شنو تقدر تعمل ميديكال إديوكيشن يعني؟ يعني وأنا نفسي عشتها يعني في نفسي، يعني when I decided أنا كنت كلينيشن before I become a medical educator. يعني لما قررت انه انا اكون بتاع ميديكال اديوكيشن 100% literally ممكن يكون there is no one who supported me، بل بالعكس معظم الناس كانوا بيقولوا لي لا انت مالك، ما خليك شايل الاثنين، ويعني شنو تقدر بتاع ميديكال اديوكيشن و و و الى اخره. فالنيو ساينس ده حتى الناس ما فاهمه انه هو بالضبط شنو. يعني الناس بتفتكر انه الميديكال اديوكيشن هو فقط ما يدرس في الكورسات البسيطه بتاعت الفاكولتي ديفلوبمنت، لكن هو اعمق من كده بكثير. التشالنج في انه نيو ساينس برضه انه هو حاجه نحن ما بندرسها في الكليه. يعني الان انت لو جيت تعمل ماستر اوف فيسيولوجي، انت عارف كثير جدا عن الفسيولوجي في حتى في الكليه، يعني مركت عارف انه شنو فيسيولوجي، يعني شنو اناتومي، يعني شنو باثولوجي، يعني شنو في الميديسين السيرجري، الحاجات دي كلها انت يو تاتش اون ات. لكن في الميديكال اديوكيشن في الكليات ما بندرسه الا في كليات بسيطه زي تاتش اون هاو دو وي ليرن، يعني زي ستادي سكيلز او سمثينج لايك ذس. فبتجي انه اول انتروداكشن لك للساينس دي بيكون لما تيجي تعمل ماستر او تيجي تعمل دبلومه او تيجي تعمل سيرتيفيكيت. فبالتالي انت لما تخلص الماستر معناه انت يو فينيش ستيب 1 من الساينس، بعد ده بيبقى عليك انت في انك انت تستزيد منه، وفي انك انت تقدر تتخصص في اريا معينه. لانه في الماستر انت بتاخد كل الساينس بتاعه، بتلقى في كورس عن الكوريكولوم، في كورس عن الاديوكيشن بلاننج، في كورس عن الاسسمنت، في كورس عن الستودنت سبورت، في كورس عن الاكريديتيشن، البروجرام ايفالويشن، بتلقى فيه كورسات كثيره جدا. فبيبقى بعد ذاك انت تستزيد كيف. ده اللي بيفرق الناس لما تخلص الماستر بتاعك. البرسبشن بتاع الناس ستيل ما قادرين يحددوا هل هو ممكن يكون تخصص ولا لا. يعني انا متاكد انه اي واحد فيكم الان بيكون بيتكلم كده بيقول هل انا ممكن بعد ما خلصت 6 سنين ابقى بتاع ميديكال اديوكيشن؟ لكن اي اشور يو انك انت لو طلعت برا وشفت الساينس بتلقى انه العلم بتاع الميديكال اديوكيشن بقى علم متبحر جدا جدا، وفيه زي ما بيقولوا اهلنا حاجات دقاقه شديد جدا جدا في ان الناس ممكن تتخصص فيها. وحتى الان الناس في مؤتمرات الميديكال اديوكيشن بقت منفصله، زي ما قلت لكم مجلات الميديكال اديوكيشن بقت منفصله، البوديز بتاعت الميديكال اديوكيشن بقت منفصله. واحده من التشالنجز هي الميديكال اديوكيشن از ستراكشر في الكليات. يعني كليات بسيطه جدا في السودان، اي دونت ثينك انه في كليه الى الان عملته ديبارتمنت، لكن في كليات كثير عاملاه سنترز، والسنتر ده بيدي احساس دائما انه حاجه منفصله، يعني ما حاجه عندها علاقه بالكليه، وهو بيدي اعمال للكليه ولغيرها. في السعوديه معظم الكليات عملته ديبارتمنت. الاهميه بتاعت وجوده كديبارتمنت معناها انت ممكن تتدرج في المراتب بتاعتك، من لكشرر لاسيستنت بروفيسور لاسوشيت بروفيسور لحد ما تصل بروفيسور اوف ميديكال اديوكيشن ويزين الديبارتمنت بتاعتك. عدم وجود الاستراكشر بتاع الميديكال اديوكيشن في الكليات خلي دمه يتفرق بين القبائل، فما في ناس او جهه هي
ولم بتسعى لتطويره. واحدة برضو من التشالنجز اللاك اوف كارير كلاريتي، يعني طيب اذا ما في ديبارتمنت في الكلية وانا بجد بتاع ميديكال اديوكيشن، انا حيكون وضعي شنو؟ انا حيخدوني في اتو ديبارتمنت، انا حامشي حتدرج في الرتب كيف في انه انا امشي؟ هل احسن لي انا اكون والله مثلا في الباطنيه واقوم بكبك اشيل ميديكال اديوكيشن عشان بعدين التدرج بتاعي يكون عن طريق الباطنيه ولا؟ فبيكون في lack of career clarity، خصوصا انه ما بتلقى في ناس كتار قدامك هم ماخدين الميديكال اديوكيشن عشان ينصحوك ويوجهوك. ونحن دائما في الميديسين يعني المساله بتاعت الزول اللي قدامك ده هي مهمه في انك انت بتتبع خطواته. برضو واحده من التشالنجز هي التريننج اوبشنز. اذا طيب انا عملت الماستر، لما يجي البي اتش دي هعملها وين؟ ما كل الكليات عندها بي اتش دي ان ميديكال اديوكيشن. يعني مثلا في جامعه الجزيره في بروجرام بتاع بي اتش دي ان ميديكال اديوكيشن، في الجامعات الثانيه ام نوت شور ويذر انه في بروجرام اور نوت، لكن ممكن يكون تعمل بي اتش دي ويزن كليه الطب وتكون على الميديكال اديوكيشن، لكن هو ويل بي يور سوبرفايزر. فالتريننج اوبشنز وزين السودان طبعا، داير تطلع برا ده موضوع تاني وده يلم انه انا هطلع وين والفند و و و الى اخره. فالتريننج اوبشنز شويه فيها مشكله، وده جزء كبير من التشالنجز المقابله الساينس بتاع الميديكال اديوكيشن. نكست. نكست سلايد بليز. الاوبورتيونيتي از ممكن الزول الوهلة الأولى لو شاف السلايد دي هي نفس الأشياء اللي كانت تشالنجز، فممكن الناس يفتكر إنه نحن وي دوبليكيت السلايدز باي رونجلي يعني، لكن لا، بما إنها هي نيو ساينس فيبقى إنك أنت يو هاف ذا تشانس تو إكسل، يو هاف ذا تشانس تو إنوفيت، لأنه دي حاجة جديدة. فأنت أي مكان تشتغل فيه بتكون بايونير، واي حته تشتغل فيها ممكن تعمل انوفيشن، واي حته تمسكها من الميديكال اديوكيشن و ف ف فهي برغم انها هي تشالنج هي يس الناس البيرس في كان في، لكن الان الناس بقت متقبله الفكره بتاعت انه انت تقول ده. انا خلال الفتره البسيطه اللي فاتت دي قابلوني اكثر من شخص نيولي جراديويتس وبيقول لي احنا عاوزين نعمل ميديكال اديوكيشن، وفيهم بعض منهم بدا الميديكال اديوكيشن حتى، وفيهم شخص انا بعرفه الان هي كومبليتد البي اتش دي بتاعته في البي اتش دي، وده كل العمل فروم ذا بيجينينج، يعني طلع من الكليه عمل ماستر راس خلص البي اتش دي بتاعته. ففي البيرسبشن بدا يتغير والناس بدات تتقبلها، بل بالعكس في بعض الكليات بدات تسعى لانها تشوف منو الممكن يكون هو نواه لانه يعمل الميديكال اديوكيشن وتوديهم. الميديكال اديوكيشن بوديز في الاستراكشر اجين بدت الاوبورتيونيتيز تبدا في انه والله هل نعمل ديبارتمنت ولا كده، خلونا سنتر في الاول. معظم الكليات زمان كان في تو سنترز في السودان، مثلا اذا اخذنا السودان كمثال كان في الخرطوم والجزيره، لكن الان معظم الكليات فيها ميديكال اديوكيشن بودي وزاره سنتر يونت ستيل ما حصل ديبارتمنت. اللاك اوف كارير كلاريتي، انت ممكن تخلق يور اون كارير. يعني لو أخذنا في كل التخصصات الثانية الكاريرز تكاد تكون يعني معروفة، تكاد تكون محددة، لكن هنا أنت ممكن تخرج your own career. يعني ممكن تكون أنت متخصص في الكاريكولم، وممكن في الكاريكولم تكون متخصص في الانستركشر ميثودز، وفي الانستركشر ميثودز ممكن تكون متخصص في التيم بيز ليرنينج، أو ممكن زي انك تتخصص في الاريا بتاعت السوشيال اكاونتابيلتي اللي هي اريا الشغالين فيها
في كل العالم ناس بسيطين جدا جدا. فهي في الاول ممكن راسك يجوط تبقى لك تشالنج، لكن if you think about it بالبوزيتيف واي ممكن تبقى لك هي opportunity. التريننج اوبشنز اجين، انت ممكن تختار التريننج اوبشنز اللي بتتماشى معك. يعني ممكن تبدا بسيرتيفيكت وتاخد بوث تمشي تشوف حاجه ثانيه، ممكن تعمل الدبلومه في مكان ثاني، ممكن تعمل الماستر ديجري في مكان ثالث، ممكن تعمل البي اتش دي في مكان رابع. ليه؟ لانه الناس عارفه بعض، وبما انه الساينس الى الان يعتبر ريلاتيفلي نيو، فالناس بتعرف بعض وبتعرف البروجرامز الافيلبل. فانت ممكن يكون عندك الاوبشن في انك انت يو كومبليت يور تريننج في ديفرنت بليسز، ديبيندز على الحاجه اللي انت بتعرفها. فذيس از ان ا نوتشيل اباوت الميديكال اديوكيشن از ا كارير كحاجه جديده. نكست بليز. وانا هجيب لحد هنا واخد اذا عندكم اسئله، وان شاء الله نحاول نجاوب عليها. اي هوب انه اكون قدرت اديكم فكره عن الساينس ان جنرال. شيماء. شكرا جزيلا يا دكتور، حقيقي كفيت ووفيت وعظم الله أجرك إن شاء الله. حاليا حابين نحن نفتح فرصة للتعليقات والأسئلة، الناس ممكن ترد بكومنت في الرسالة دي. تمام، ف just to start with عندي two questions. حابين يا دكتور إنه نعرف the active areas في research حالياً في الميديكال إدوكيشن، وكمان بالنسبة يعني تجربتك الشخصية لو ممكن تعكس علينا. معلش شيء، ما سمعتك، الصوت قطع. شنو؟ حالياً فتحت فرصة للتعليقات بالنسبة للشباب، و to start with عندي two questions. السؤال الأول اللي هو إنه لو ممكن تتكلم لنا عن الفرص البحثية أو research opportunities أو الأكتيف ريسيرش أرياز حالياً في المجال بتاع الميديكال إدوكيشن، وكمان حابين نعرف أكثر عن تجربتك الشخصية. طيب، هو طبعاً بما إنه برضو زي ما قلت لك هو الساينس جديد، والناس بدأت تبحث عن الكونسبشوال فريم وركس بتاعته، فالأرياز أوف ريسيرش فيه أولموست كلها جديدة، وبتعتبر أريا فيرتايل جداً. يعني اي مكان انت تقول عاوز تستارت تبحث فيه بتلقاه هو مكان مناسب. معظم الناس الان، لانه ان جنرال شنو اللي بيقلق الناس في كليات الطب هو او في الكليات، انه والله الطلاب الامتحانات ونتائجهم وكذا، فبتلقى الاسسمنت هو من الارياز فيها ابحاث كثيره جدا. بعد كوفيد جات البيك بتاعت الريسيرش ان ذا اونلاين ليرنينج، لكن الان نزلت. يعني الان كل المجلات بقت اي حاجه عن الاونلاين ليرنينج عن كوفيد ما بدوها نفس الاهتمام اللي كان قبل سنه او سنتين. الارياز اوف كوريكولم ديفلوبمنت ديفينتلي هي من الحتات، والاكريديتيشن دي تقريبا الارياز الان فيها ديماند والناس بتشتغل فيها كثير. كل انواع الريسيرش موجوده وبتطبق، لكن الاديوكيشن اند ريسيرش فيه خصوصيه. في الاديوكيشن ان جنرال، واحده من المشاكل بتاعتنا نحن في الميديكال اديوكيشن، انه نحن بنجي للميديكال اديوكيشن من الخلفيه الطبيه، والخلفية الطبية دائما بتقول إنه واحد زائد واحد بيساوي اثنين. في الإديوكيشن، لأنه الإديوكيشن هو في جزء كبير سايكولوجي، فواحد زائد واحد بتساوي اثنين وبتساوي ثلاثة وبتساوي أربعة، depends على الكونتكست depends على إنه how can it defend it. فدي مرات بتخلي الناس في الريسيرش
تتعامل مع الريسيرش ان اديوكيشن بنفس الطريقه بتاعت الريسيرش ان الابلايد ساينس. وعشان كده بتلقى سام تايمز في ناس يقول لك والله الريسيرش في الميديكال اديوكيشن صعب، او يقول لك نحن عملنا ريسيرش لكن ما اتنشر. فانت لما تيجي تعمل ريسيرش في الميديكال اديوكيشن يفترض تعاين للرولز بتاعت الريسيرش ان ميديكال اديوكيشن، which is الميديكال اديوكيشن is a mixture of applied and non-applied sciences، مع يعني الاثنين او بيسموها العلوم الانسانيه ما اعرف، هو ميكشر ما بين العلوم التطبيقيه والعلوم الانسانيه، فلازم تعاين للريسيرش بالطريقه دي. طيب واحده برضو من المشاكل الموجوده الان في الميديكال اديوكيشن ريسيرش انه الميديكال اديوكيشن ريسيرش اتطور. في الاول كان الفكره بتاعت الديسكريبشن اوف وات وي ار دوينج، يعني والله perception of OSCE examination in ذات كوليدج في المكان الفلاني، كان الناس كانت بتقبله for publication، لكن الآن these types of research بقت تقريبا هي the least level of research ما بتقبل، لأنه الناس بقت seeking of building evidence في medical education. عشان كده الناس بقت تتكلم عن الـ systematic reviews، عن الأشياء الثانية الأكبر من كده. نحن عندنا مشكلة في الـ education بسيطة، هي مو مشكلة لكن حاجة يعني مختصة بالـ education. نحن we don't do randomized control trials لأنه it is في something ethical within education، لأنه أنت you cannot deprive the students من the standard practice. فبتقوم بتعملها ب ديزاين مختلف اذا عايز تعمل ترايل. فدي برضو من الاشياء اللي انت يفترض لما تيجي تعمل ريسيرش في ميديكال اديوكيشن تكون عارف زي ما قلت لكم الرولز اند برينسيبلز اوف ريسيرش ان ميديكال اديوكيشن، مش ريسيرش ان جنرال. انا بالنسبه لي انا شغال في اريا بتاعه السوشيال اكاونتابيلتي، لكن جست حاجه اقول قبل ما امشي للاريا بتاعتي اللي هي برضو الادوكيشن ريسيرش بيعتمد او بيستفيد كثير جدا من الكواليتاتيف ريسيرش، لانه مثلا انت ممكن يكون عندك ريسيرش كويستشن انه الطلاب المتعلق بنجاح الطلاب في الامتحان، ممكن يكون كوانتيتيفلي تقدر تقول والله 50% مثلا البيجرو بالنهايه البيجرو 8 ساعات في اليوم مثلا او بيذاكروا 8 ساعات بينجحوا احسن مثلا، لكن اللي بيهمك انه واي، والواي كويستشن دي دائما كواليتيف. والكواليتيف برضه واحده من الارياز بتاعت الريسيرش ان احنا في الهيلث بروفيشنز از ا بروفيشنز ما قاعدين تتطشوا نيت كثير. فدي من الارياز كل ما كان عندك كواليتاتيف داتا كل ما كان الريسيرش بتاعك ممكن يكون بيدي ريزلتس كويسه. بس دائما احنا نعرف انه الكواليتاتيف داتا عنده اشكال بتاع كونتكست. فأنا يعني نصيحتين للزول اللي عايز يشتغل ميديكال اديوكيشن ريسيرش يفترض يدرس عن الريسيرش ان اديوكيشن ان بير سي حتى بعد ذلك يمشي على الريسيرش. انا شغال في اريا السوشيال اكاونتابيلتي. السوشيال اكاونتابيلتي هي ان نوت شيل العلاقه تو وات اكستنت كليات الطب كان سيرف ذا كوميونتي بيتر، وهو مفهوم بدأ في سنة 1995 لما الـ WHO طلعت الـ definition بتاع social accountability، والناس بدأت تشتغل عليه لحد 2010 طلعت الـ global consensus for social accountability. كان you mentioned it في المقدمة that it defined like 10 strategic directions for medical schools to be social accountable. وبدأ بعد ذاك الناس تبحث في إنه to what extent نحن ممكن to apply these concepts في the day-to-day life of medical schools. فدي الأريا اللي أنا شغال فيها.
ومعظم الريسيرش بتاعي فيها، سواء كان دايركت ريسيرش أو سواء كان ريفيوز أوف البيلدينج أند إيفيدنس. جزء من الحاجات اللي عملناها قبل فترة، we invent a tool to measure a social accountability في ال problem-based learning. و the first research I have done في social accountability كان ال PhD بتاعتي، عملت standards to measure a social accountability في accreditation system بتاع كليات الطب. ودي دي 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 الاريا اللي انا شغال فيها الان. الان شغالين في ريسيرش انه تو بيلد ليدرشيب فريم ورك في ال سوشيال اكاونتابيلتي. ف if you touch on الريسيرش بتاعي انا بتلقيه معظمه اذا ما كان يعني خصوصا في السنوات الاخيره بيبقى كله متركب يركز على السوشيال اكاونتابيليتي اند هاو الكليات كان سيرف الكوميونيتيز بيتر. Okay, this is so wonderful. Thank you so much, Doctor. حنمشي للأسئلة. أحمد أبو بكر بيسأل عن إنه how can we start as a student, especially early years students. طبعا انا I myself I started the medical education when I was a student. يعني ودائما بعدين انا كنت في جامعة الجزيرة، كنت في جمعية بتاعت الطلاب، فمرة دعونا في مجلس بتاع مركز التعليم الطبي قالوا عاوزين يعملوا كورس للأساتذة، فجينا حضرنا انا ومعي ثلاثة من زملائي. فانا كان بالنسبه لي اول حاجه يوم ذاك اول يوم كان اعرف انه الاساس ده اللي بيدربوهم اساسا، كنت افتكر انه بينزلوا كده شطار في الطب وشطار في التدريس وفي كله يعني. later on اكتشفت انه الموضوع فيه علم يعني. ففي الاجتماع ذاك كان فيه استاذنا بروفيسور بشير حمد ربنا يديه العافيه، وبروفيسور عمر الحمبرغني، بروفيسور محمداني، وبروفيسور السنوسي، فكانوا كل ما يتكلموا يعني كنت قلت لهم دائما بقول لهم كنت في الاجتماع ده زي مروحه الترابيزه دي، ده يتكلم معايا لو ده يتكلم معايا لو ما كنت عارف حاجه. طلعت من الاجتماع ده مشيت المكتبه، فاكتشفت انه في سكشن كامل في المكتبه لمجلات حق التعليم الطبي وميديكال اديوكيشن جورنالز وكتب وكده، قعدت اقرا فيها وحسيت انه الموضوع ده جميل يعني، وبديت اقرا. فلما جيت الاجتماع الجاي قمت لقيت عارف يعني، كنت بتكلم وبشارك في النقاش وكذا. فأنا حكيت القصة دي ليه؟ بالنسبة لك إذا عاوز تبدأ أنت medical student you have أنك to read about it about the science نفسه. الحاجة الثانية whatever opportunity تلقاها لأنك أنت تشارك في كورس عن التعليم الطبي أدخل. الحاجه الثالثه الان الكونفرنسز في التعليم الطبي كثيره جدا جدا، ودائما بيكون فيها كونسيدريشن للستودنتس، فاي مؤتمر تلقى طريقه تمشي وامشي. ابقى انت في الفتره دي انت بتكون از ريسبتور للكلمات، ممكن تشوف تسمع بكلمات حتى تكون زي الجارجون معناها بالنسبه لك غريب، وممكن يكون في some sort of confusing informations، لكن مخك بيكون بيبدأ يخزن كل الحاجات دي. وبعد ما تخلص الكلية إن شاء الله لما تبدأ في إنك تأخذ certificate أو تبدأ masters أو تبدأ دبلومة، حال كل المخزون الطلع من مكان أنت بدأت تخزنه من زمان في البرين بتاعك حيجي طالع. فيبقى الاطلاع ثم الاطلاع ثم الاطلاع والنقاش مع الناس يعني whoever في السودان ما شاء الله يا جماعة في ناس يعني عندهم فهم في الميديكال education يعني عميق جدا جدا جدا. ف كل ما لقيت طريقة تتكلم معهم تجالسهم تسمع منهم do it، لكن
الآن مع وجود الإنترنت، مع وجود الأوبورتيونيتيز إنك أنت أقرأ عن الميديكال إديوكيشن أز ماتش أز يو كان، وده كله في الآخر حيقوم يتعمق في العناية بتاعك. تمام، شكرا دكتور. وصال عنده سؤال عن التريننج بروجرامز أو السكولرشيبس اللي هي أوتسايد سودان، لو عندك فكرة عنها. أنا ما عندي فكرة عن بروجرام معين فيه فيلوشيب، لكن مثلا إذا مسكت هنا في أيرلندا وير أي إنه أنا شغال الآن، عندهم حاجة بيفتحوها كل سنة اسمها الـ Irish Postgraduate Scholarships، فدي هي ما مختصة بالميديكال إديوكيشن بس، لكن مختصة بأي زول من الدول النامية عاوز يجي يدرس ماسترز في ايرلندا، فممكن الزول مثلا يشوف عبر السكولرشيبز دي ممكن يلقى في السكولرشيبس اللي بتجي عن طريق البريتش كونسل، الزول ممكن يقدم بروبوزال محترم ان شاء الله ويقبل. في برضو بعض الفيلوشيبس اللي بتجي من فيمر، لكن معظمها بتكون الكومبيتيشن فيها عالية، فكل ما كان الشخص preparing himself well كل ما كان عنده opportunities لأنه يلقى chance فيه. في حاجة ثانية اللي هي ممكن تكون عن طريق الكليات نفسها، قد تكون في كلية مثلا في السودان عندها اتفاقية مع كلية ثانية مثلا برا، ويبتعثوا الشخص للميديكال اديوكيشن، فهي دايرة حبة زي ما بيقولوا شنو فرفرة كده على أساس إنه الناس تقدر تشوفها. لكن أفتكر إنه الـ opportunities موجودة، لكن I cannot pinpoint opportunity معينة والله للأسف. تمام. ممدوح بيسأل إنه هل في real distinction to make between medical education and other types of education؟ و if yes, then what? And are creating and keeping curriculum updated is a concern of medical education centers solely, or does it depends on the institution's policies؟ أنا أبدأ من البوينت الأخيرة، هي دايماً الآن مع الإيرا بتاعت الأكريديتيشن بقت المسألة بتاعت الـ updated curriculum هي هم للكليات أو للـ institutions على أساس إنه to be مع الـ standards الموجودة في البلد بتاعت الأكريديتيشن whether inside or outside. ودائما في كليات عندها ميديكال اديوكيشن سنترز، وفي كليات عندها افلييشن لميديكال اديوكيشن سنترز، في كليات عندها كوميونيكيشن مع بعض الاكسبرتس في الميديكال اديوكيشن، فهم هي اللي بتستشيرهم في انه تعمل الابديت. لكن السؤال هنا انه وات دو مين باي كوريكولم ابديت؟ في ناس بيفتكروا انه عشان انا اقول والله الكوريكولم بتاعي ابديتد لازم يكون متماشي مع الـ USMLE مثلا، أو عشان يكون الـ curriculum updated لازم يكون متماشي مثلا مع الشهادة الفلانية. No. الـ curriculum الـ update بتاعه هو بما يتماشى مع two principles. principle الأولى إنه لو تذكر في الـ definition قلنا يخرج safe professional للـ community، والبرنسيبال الثانية إنه أنا أقدر أطلع الطالب بحيث إنه يقدر هو بنفسه يواصل تعليمه wherever he is or wherever she is. لأنه في أي كلية في أي بلد الميديكال إديوكيشن إنفورميشنز عندها لايف سبان، واللايف سبان بتاعتها قصيرة جدا، فعشان كده الساينس في الميديكال اديوكيشن بيتقسم لقسمين، حاجه اسمها الباك جراوند انفورميشن وحاجه اسمها الفور جراوند. الباك جراوند دي زي ناس الاناتومي ولحد ما الفسيولوجي والاشياء دي، لانه التغير فيها صعب. يعني الاناتومي يعني احنا ممكن نكتشف وجود سل جديده، لكن اللي اكتشفناها دي
وضعها ومكانها في الجسم الانف بتاعها ما غالبا ما حيتغير يعني. يعني البنكرياس محله معروف، الليفر مكانه معروف، الهارت مكانه معروف، شكله ده بيعتبر باك جراوند انفورميشن. الفور جراوند انفورميشن هي المتغيره، يعني اللي هي مثلا الدايجنوزز، تولز، الدراجز، الاشياء دي هي متغيره، وبالتالي هيتغير معاها مثلا الناتشورال هيستوري اوف ديزيز. اللايف سبان بتاعت الانفورميشن دي ممكن يكون اقل من سنه، لانه الان في بومينج بتاع الريسيرش بيطلع. فيبقى انا مهما قلت انه يكون عندي كوريكولم ابديتد، ما حقدر اكون عندي كوريكولم اب تو ديت افري داي. لكن المهم عندي في الكوريكولم انه انا اخرج طالب يقدر لانه هو تو كيب هيم سيلف اور تو كيب هير سيلف اب تو ديت. عشان كده المنهج نفسه ما هو عباره عن كونتنت بس، يعني المنهج ما عباره عن 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 مواد، لكن وضع المواد مع بعض، الطريقه اللي بتتدرس بيها هي الطريقه اللي بتعمل ترانسفورميشن للستودنت، من ستودنت نايف جاي داخل في سنه اولى لستودنت اكسبرت بيقدر يطلع وفتو براكتس في كليه الطب. والان انتم براكم بتشوفوها، يعني لما تجي مثلا في 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 البراكتس في المستشفيات، الناس اللي عملوا براكتس تلقى انه في حاجات كثيره جدا انت درستها ما حتستخدمها، وفي حاجات درستها ما درستها لكن بقت موجوده. كوفيد wasn't there في الكل في المناهج، لكن الناس لازم كانت تتعامل معاه. فهنا ده المعنى اللي احنا نقصده بابديتنج ذا كوريكولم. لكن دائما مرات الناس، وده دائما بيعمل يعني اشكال بين الطلاب والجامعات. الطلاب بيكونوا حاسين انهم هم دارين بعد ما يخلصوا يمشوا يمتحنوا اليو اس ام ال اي، يفتكروا انه طالما المنهج بتاعهم ما بيأهلهم او دارين يعملوا ايفورت اكتر عشان يمتحنوا اليو اس ام ال اي، معناها المنهج بتاعهم ما اب تو ديت. لا، it is not like that. دي واحدة. الديستينكشن ما بين الإديوكيشن والميديكال إديوكيشن إنه إذا أخذنا الأبليكيشن أوف الإديوكيشن في الميديسين بيحصل تشينج كبير جدا، لأنه نحن في الميديسين عندنا طرق معينة للتدريس، عندنا طرق معينة للتقويم. يعني مثلا you will never find the OSCE في أي علم تاني، you will never find ال PBL بالطريقة اللي بنعملها نحن في مجالات تانية كثيرة. في مجالات فيها القانون بيستخدم البروبلم بيس ليرنينج، لكن ما بيستخدموا بنفس الطريقة اللي بنستخدمها نحن. فخصوصية التقويم، خصوصية التدريس هي الخلقت الديستينكشن بتاع الميديكال اديوكيشن من الاذر اديوكيشن. في بعض الناس بتاعين سايكولوجي او بتاعين اديوكيشن they turn themselves into medical educationists. They succeeded في level معين لكن they cannot go beyond that. وفي دكاترة عشان تعمل medical education انت لازم تتبحر في theories حقت education نفسها بطريقة، وتحاول تفكر في انه الابليكيشن بتاعها في كلية الطب يكون شكله شنو. يعني لما تتكلم عن الكونستركتيفيزم ثيوري مثلا او السوشيال ثيوري اوف ليرنينج، ما بتاخذها از ات از زي ما هي اتعملت في الاديوكيشن او السايكولوجي، لكن بتشوف انه هاو كان اي ادابتد اور ادابتد للميديسين والتيتشنج ان ميديسين اند هيلث بروفيشنز اديوكيشن. اي هوب ذيس از انف يا محمود، لكن عن سؤالك ده يعني هو بحر كبير شديد. Thank you so much, Doctor. Nusayba is asking about how can I work as medical educator in Ireland, having a master degree in health professions education. تباري الإعلانات حقت الوظائف في الكليات. لكن يعني دائما بيكون في jobs مرتبطة بالmedical education. يا إما كلينيك تيوترز أو تيوترز أو
دي طبعا لما تيجي اذا في زول عنده ميديكال اديوكيشن بيكون له الاولويه. الجوبس الاكاديميه اللي هي بتبدا بالاسيستنت بروفيسور دائما هم بيحاولوا اذا كان في زول عنده بي اتش دي بيكون عنده الاولويه على زول يكون عنده اونلي ماستر، ما لم يكون عندك بي اتش دي في حاجه ثانيه. يعني مثلا في ناس ممكن يكون عنده بي اتش دي او عنده سيرتيفيكت تريننج مثلا في الجنرال براكتس وعنده ماسترز ان ميديكال اديوكيشن، فذي كونسيدر الاذر سيرتيفيكيت مع الميديكال اديوكيشن، ليه؟ لانه عارفين انه الناس اللي عندهم بي اتش دي في الميديكال اديوكيشن بسيطين يعني. فاذا قالوا لا والله احنا عاوزين اونلي ميديكال اديوكيشن ديجري ما حيلقوا ناس كتار. لكن في بعض الوظائف بيكون اتس ماست، خصوصا لو كان الوظيفه متعلقه بالتدريس في الماستر زي الميديكال اديوكيشن، هم بيفضلوا في الحاله دي انه شخص يكون عنده بي اتش دي ميديكال اديوكيشن. فالتشانسز موجوده، جاست هي بتعلن دائما في المواقع حقت كليات الطب. كليات الطب فيها الرنده ما كثيره، يعني ممكن الواحد every day يجيب كل الويب سايتس بتاعته ويشوف الوظائف المعلنة، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام. عندنا آخر سؤال. داني is asking about if there is a specific way of measuring effectiveness of curriculum solely as it is difficult to determine the factors that may also affect a student during their education. Is this field commonly studied in medical education research? Yes, هو ده واحدة من أهم الفيلدز في الميديكال اديوكيشن ريسيرش اللي بيسموه البروجرام ايفالويشن او البروجرام افكتفنس. في طرق كثيره ما طريقه واحده يعني، وفي طرق متشعبه شويه اللي بي انت يو ديزاين ا موديل فور ايفالويشن و ديتيرمين الداتا نيديد و يو كولكت الداتا وبتعمل لها اناليسيس بطريقه معينه، بعد ذلك تطلع بريزلتس ومن الريزلتس تقدر تعمل التشينج اللي انت عاوز تعمله. البروجرام ايفالويشن علم كبير جدا في الميديكال اديوكيشن، وفي ناس كتار وتخصصهم يعني هو بروجرام ايفالويشن، وفي ناس في البروجرام ايفالويشن بيكون تخصصهم واحد من المودلز انه ايزر سي اي بي بي ولا لوجيك موديل او الان في طبعا الناس بتتكلم عن الابريشيتيف انكويري موديل. سو there are a lot of models الناس ممكن تستخدمها، depends على الاكسبرتيز بتاعت الناس، depends على اللود بتاع الكوريكولم او اللود بتاع الكونتنت الموجوده في الكوريكولم. انت اذا عاوز تعمل بروجرام افكتفنس او بروجرام افكتفنس ميجرمنت ل program which is 2 years differs on one which is 5 years or one which is 3 years depends on which discipline in the بيشغل عليه. واحدة من الأشياء المعقدة جدا في الميديكال education إنك دائما لما تيجي تحسب البروجرام effectiveness أنت ما بتكون مرتبط فقط بالكلية بتاعتك، لكن بتكون داير تو ميجر اشياء مثلا حاصله في وزاره في المستشفيات which are belong to وزارات الصحه، او بتكون عاوز تو ميجر بعض الاشياء المتعلقه بالتريننج في الكوميونتي which is not your it is not your responsibility 100%. فدي واحده من المشاكل الموجوده في البروجرام افكتفنس في الميديكال اديوكيشن، لكن there are ways in which you can overcome those challenges. تمام. ما باقي عندنا أسئلة تاني. طيب. Thank you so much, Doctor. It was an honor to have you with us today in this webinar about education as future career. ألف شكر لكم، وأتمنى أن يكون يعني مفيد بالنسبة لكم، وأتمنى أن نشوف جزء كبير منكم
ماخذ الميديكال اديوكيشن از كارير، ويزر اصوله كارير او لينك كارير، واذا كان في اي شيء يعني بنقدر نساعدكم به او نقدمه لكم، ار مور ذان ويلكم تو كوميونيكيت معنا باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا يا دكتور، عظم الله أجرك. الله يعطيكم كمان العافية شكرا طبعا. جزيلا لكم يا شباب على حضوركم، ونأمل أنكم تكونوا استفدتوا ويكون الموضوع بقى أوضح بالنسبة لكم. كمان حابة أذكركم أنكم تتابعوا قناة سامر في الأيام الجاية، إن شاء الله حيكون عندنا بروجيكتس أكثر عن موضوع الميديكال إديوكيشن، وحيكون عندكم فرص أنكم تشاركوا في بحوث متعلقة بالمجال ده برضو، وأن بالإضافة يعني للأوبورتينيتيز الثانية عشان نتعلم المواضيع الخاصة بالريسيرش في بكل الستبس بتاعته بإذن الله. شكرا لكم تاني على حضوركم، شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا لكم، الله يديك والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا، تصبحوا ربنا على خير يسهل على الجميع، ويسهل على البلد، ويسهل على كل الناس بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا، مع السلامة. ربنا يديك العافية. شكرا جزيلا لكم على الانفيتيشن. شكرا لكم.